لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برقصها تعلو على أسيادها، تبقى الأسود أسودا وتبقى الكلاب كلاب. لكل من تجرأ على الأسطورة المغربي بدر هاري، والذي أظهر للعالم حقيقة أبطال شمال أفريقيا وشراستهم في الرياضات القتالية، ولكل من قال أن بدر هاري مجرد بطل عادي. وأخيرا، هذه الرسالة موجهة لبعض الجزائريين الذين لم يعاشروا المغاربة ولا يعرفون سوى تقليد بعض الأبواق المأجورة، وشهد شاهد من أهلها. إليكم كل ما قاله البطل الجزائري محمد سعيد في حق المغاربة وبدر هاري. وراك قلت لي ما تتحداش بدر هادي، لأنك تشوف بدر هادي بدر هاري. شوف دقيقة، هنا نحبسك. قلت بلي تشوف بدر هادي شغل حاجة كبيرة عالمي، شرفنا وتما مستوى تاعو عالي، بورتو نتايا بروفيسيونال. شوف صافي بليزير، عاودوا بالله من كلمة. أنا معايا يخدموا معايا مغاربة، بالك هما يتفرجوا في اللايف. أنا كي نهار اللي خسر بدر هاري الكومباتي أو الثانية وكان رابح، تعركت معاهم، قالوا لي وحشومة وطيح بينا ويحبس. أنا تعركت مع المغاربة، أنت مريض، قلت له أنت يا سي، قلت له كان رابح الكومبا وقاعد يفوندي عليه، تقول عليه الجزائر. سيدة ده ستين ليجوند، أو يا صعيب يطلع راس العرب كامل في اللي. شكرا للمقاتل الجزائري محمد سعيد، بطل منظمة بريف للفنون القتالية المختلطة، والذي دافع عن المقاتل المغربي بدر هاري أكثر من بعض المغاربة. وفي الأخير، إن كنت من محبي الرياضات القتالية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله.